جيت حبيت نعرف معناتها بارابور ليزوبجيكتيف، معناتها الاوبجيكتيف نتاع الماتش الاولاني كان معناتها فينالمون نلعبوا الماتش نخرجوا بان بوان، معناتها وصلنا للاوبجيكتيف. الماتش الثاني كان مطلوب منا انه نربحوا، دونك حتى الشيما تكتيك اللي حطيته نتاع ربح دونك ما وفقناش ربي وما ربحناش. الماتش هذا نتاع فرنسا شامبيون دو موند، دونك فينالمون شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ كيفاش باش نلعبوا؟ اسكو اون فاتاكي ليكيب دو فرانس؟ اسكو باش نستناو؟ اسكو نلوجوا على ان بوان؟ اسكو باش نلوجوا على 3 بوان؟ بارابور للماتش وبارابور للقيمة بتاع المنافس، انه نحب ولا نكره سجالير، فما برشا توازة يخافوا ولا نخرجوا بسكور خايب ومانية خايبة من الماتش هذا. ان شاء الله هلال، كيف ما حكيت اليوم صورة المنتخب التونسي قبل كل شيء، عندنا اهداف واضحة، اهداف كونه كنا اعلنا عليها بكل صراحة نحبوا نمشيوا للدورة الثانية، نعرف المرور للدورة الثانية يتعدى حتما انتصار ضد المنتخب الفرنسي، بعدين ما نعرفوش ما ينجم يصير في المباراة الثانية، لكن احنا دورنا كون نحقق نتيجة إيجابية، باش نحقق نتيجة إيجابية دائما نرجع ثوابت المنتخب التونسي، كونك كده تحب تفوز مش معناتها باش تلعب خمسة وستة مهاجمين ولا نلعب بتهور، لا باش نلعبوا دائما بالاتزان نتاعنا بالثوابت نتاعنا، نعرفوا اللي احنا قادرين وقت اللي نكونوا مركزين، الشيما تكتيك عندي انا ما عندوش أهمية كبيرة بقدر ما هو التنشيط من الناحيه الدفاعيه، كيفاش باش ندافعوا كيفاش باش نهاجموا، هذا اهم شيء، ان شاء الله نلقاو التركيبه المثلى ونلقاو المقاربه كونه نكونوا دائما في ثوابتنا الدفاعيه مع توازن هجومي، اي سورتو ان شاء الله نلقاو ليفيكاسيتي نيسيسار. سيوني ترو 5 ثم انفيرونمون اكستيرن ثم انفيرونمون داخل، انا تير نعيشوا في الجروب عيشه ممتازه جدا، عندنا فيستير تعرف تعيش مع بعضها، عندنا لاعبين يحترموا بعضها، كل الاطارات الفني الطبي، هذا مش من باب الكذب سامحوني في الكلمه، لا هذا الواقع اللي نعيشوا فيه، دونك عايشين جو ممتاز جدا، عندنا ثقه في بعضنا، هذا الجو اللي احنا نجمو نأثروا فيه واللي نتحكموا فيه، الجو الخارجي مالوريزمون ما نجموش نحكموا فيه، ما نجموش نحكموا اليوم في الادعاءات في الكلام في الاراء في الاراء المخالفه، كل حد والغايات نتاعو، كل حد والروايات اللي عنده في ذهنه، احنا فقط نحب نقولوا اللي احنا نحب نفرحوا التوانسة، احنا نحب بعد ما شفنا ضد بعد مباراة الدنمارك ساهمنا وحسينا اللي احنا كنا سبب في توحيد التوانسة الكل، هذه الرسالة تاعنا، هذا الرسالة الكبيرة تاع كرة القدم، مالوريزمون اذا كان ثم ناس تشوف فترة ما ان شاء الله ربي يهديهم هكا. واحنا جولات الحق نعرفوا اللي عندنا اوبجيكتيف اكبر اكبر من هكا، اكبر من الكلام اللي قاعد تقول. صحيح سمعنا ما الحق مش قاعدين الكلام هذاك ما مسناش، معناتها مركزين نعرفوا اللي الاوبجيكتيف كبير غدوه ماتش كبير، وعندنا فرصه كبيره باش نفرحوا تونس الكل ونفرحوا رواحنا زاده، وان شاء الله نعملوا ماتش كبير ونجيبوا لا فيكتوار. اما توسكي بوليميك اتيتيرا الحق ما يمسناش، ومركزين على الاوبجيكتيف نتاعنا وشنو لازمنا نعملوا سور تيران سورتو. ثم لو ماتش جيستيون تاع الماتش ثم لابري ماتش لي كونستان، دونك احنا في مقاربتنا في تفكيرنا بعد ماتش الدنمارك كانت عندنا فكرة واضحة، اللي عندنا مجموعة اجتهدت قدمت مباراة ممتازة، كنا في إيلون بوزيتيف، كنا متأكدين اللي من الناحية البدنية على الأقل والذهنية قادرين باش نعاودوا لمامي فار، ما كانش تم داعي لا تكتيكيا لا فنيا باش نعملوا تغييرات كبيرة، حاولنا نحافظوا على الاستقرار، ما كناش موافقين وي أبريكو في وسط المباراة تحكيها برشا على التغييرات، لكن ثم ديما ثم نظرة عند المدرب شنو تغير شنو اللي تأمل من التغيير نتاعك، احنا يظهر لي قراءتنا كانت صحيحه، عدينا شوط اول تكتيكيا وجدنا صعوبات لانه المنتخب الاسترالي ضغط عالي جدا، ما خليناش نخرجوا الكره نلعبوا اللعب اللي احنا نحبوه، طحنا في البياج تاع كره طويله اللي ما كانش هذا المخطط نتاعنا، لكن سيتي بار اوبليغاسيون سيتي بار شوا تكتيك. دوزيام ايتون شفنا اللي احنا لازمنا نغيروا في الرسم التكتيكي باش نعطيو اكثر حلول، نعطيو اكثر موبيليتي ودي سوليسيون في لونتر جو في وسط الميدان، قمنا بالتغيير، دخل فرجاني ساسي اعطانا حلول على مستوى امتلاك الكره، مسكنا الكره، ممكن ثم دي شي تكنيك تاع عده ثلاثه اربع كرات لكن ما همش مؤثرين في الفيزيونومي تاع الماتش، قمنا بالتغييرات الهجوميه، تعدينا من 3 4 3 تعدينا ل 4 3 3 ثم 4 2 3 1، حاولنا نلقاو الحلول، كملنا تقريب بنفس هجومي كبير، سيطرنا، ما كناش موافقين وي، لكن هذا ما يعنيش لي ثم ندم. بعد الماتش ثم ان كونستا، ثم ان كونستا اللي سور البلان اتليتيك في النيفو هذا سي با اوسي ايفيدون باش تكمل افيك لا ميم بيرفورمانس، نلعبوا مع منتخبات كبيره، اليوم الكونستا هذا خلانا باش نعملوا تغييرات كيف ما قلت لك تمس لي كومبارتيمون كل بور دوني لو ماكسيموم دو فريشور،
نظرتنا للمباراة ما بين تحليلنا لمباراة أستراليا وتقييمنا تحضيرنا المنتخب الفرنسي أكيد باش يكون ثم عدة ديزاناليز وإن شاء الله نكونوا موافقين في القراءة تاعنا كوسوسوا لافون ماتش وإلا سورتو بوندون ماتش. كأس العالم قطر 2022 الحياة فين في قلب المونديال، أخبار نتائج تحاليل وتصريحات. قطر 2022 الحياة في المونديال.